Fifty languages. Fifty-seven. سبعة وخمسون. سبعة وخمسون. At the doctor. عند الطبيب. عند الطبيب. I have a doctor's appointment. عندي موعد مع الطبيب عندي موعد مع الطبيب I have the appointment at 10 o'clock الموعد عندي في الساعة العاشرة الموعد عندي في الساعة العاشرة What is your name? ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ Please take a seat in the waiting room. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. The doctor is on his way. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. What insurance company do you belong to? تأمينك الصحي مع اي شركه تامينك الصحي مع اي شركه what can i do for you بماذا اقدر ان اخدمك بماذا اقدر ان اخدمك do you have any pain هل تشعر بالم هل تشعر بالم where does it hurt اين الموضع الذي يؤلم اين الموضع الذي يؤلم I have back pain. اشعر دائما بالام في الظهر اشعر دائما بالم في الظهر I often have headaches. عندي صداع في اغلب الاوقات عندي صداع في اغلب الاوقات I sometimes have stomach aches. اشعر احيانا بالم في البطن اشعر احيانا بالم في البطن remove your top من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك أكشف النصف العلوي من جسمك. Lie down on the examining table. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. Your blood pressure is okay. ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. I will give you an injection. أعطيك إبرة حقنة. أعطيك إبرة. I will give you some pills. أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. I am giving you a prescription for the pharmacy. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة. طبيه للصيدليه